اهلا بيكم مشاهدينا في برنامجكم 30 دقيقة مع دوحة الروبي. قبل ما نبدأ حلقتنا بنوجه التعازي لاخواتنا المسيحيين بسبب الحادث الأليم اللي حصل في اسكندرية. بنوجه الحقيقة تعازينا للشعب المصري كله، احنا اخوات وايد واحدة. نحاول ما ننساقش ورا الناس اللي عايزة تاخدنا لحتة تانية، اللي بتعمل فتن. الحادث جنائي، عرفنا ان الحادث جنائي مش ديني، ملوش اي علاقة بأي دين. فربنا يحفظ شعبنا وخلص التعازي لأسرة الشهداء. في بداية الحلقة النهاردة بعد الفاصل في مداخلة مع نجم، خليها مفاجأة. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. علي ربنا يوفقك وتحقق كل احلامك، واشوفك قريب كده وانت نازل الجنة، وربنا يكرمك ان شاء الله. معانا الفنان الجميل علي خيري. ازيك يا علي؟ اهلا بيك يا ضحى، ربنا يكرمك والف مبروك البرنامج بتاعك، وانا مبسوط جدا ان انا معاكي والله. الله يبارك فيك يا علي، كنا عايزينك تحكي لنا ايه الجديد اللي بتحضره. والله انا الفتره دي بجهز اغنيه جديده للمتحف المصري الجديد، كمان داخل فيلم جديد ان شاء الله، ربنا يوفق يعني ويتم على خير ان شاء الله. يا رب بإذن الله، هنستناه بقى. إن شاء الله عايزين بقى طبعا. نعرف دور الفنان تامر حسني في حياتك ايه؟ والله الفنان تامر حسني هو أخويا وحبيبي، طبعا هو كان لي أكتر من موقف معايا، وهو ساعدني ودعمني وطلعني معاه في حفل جامعة الأهرام الكندية، غنيت معايا، وطبعا دي كانت يعني بداية من بداياتي السابقة يعني. طبعا انا طبعا بشكره على الهوا، وفي كل مكان بروحه بشكره فيه، وفي كل برنامج بشكره، لانه هو انسان جميل جدا وفنان ويستاهل كل خير والله. طبعا بالنسبه لتعاونك مع استاذ نصر محروس في كليب عليها عيون، الكليب حقق مشاهدات كتير جدا، عمل ضجه على السوشيال ميديا يعني. والله الاستاذ نصر محروس يعني من الناس الجميله جدا اللي انا بحبها على المستوى الشخصي والمستوى الفني والعمل يعني. هو يعني برضو من الناس اللي دعمتني جامد جدا جدا، وقفت جنبي يعني، وانا بشكره برضو وهفضل اشكره طول عمري يعني. ده كان اول عمل بينكو؟ كان اول تعاون بيننا يعني، كان في ونجح تعاون ما شاء قبل الله. كده لكن ما تمش، ولكن التعاون ده هو اللي تم معايا. وكسر الدنيا يعني. الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي افضل يعني بإذن الله يا علي. مبسوطين ان انت كنت معانا النهارده، و وانا مبسوط جدا، وان شاء الله باذن الله يعني مزيد من التقدم في البرنامج بتاعك الجميل، وان شاء الله باذن الله يعني تحققي كل اللي نفسك فيه، ربنا يخليك. وان شاء الله الحلقه الجايه بقى وحلقه من الحلقات يعني اتشرف ان انا اكون معاكي يعني. طبعا تنور البرنامج يا علي باذن الله. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا دكتور. في نهايه حلقتنا عايزين نقول ثقوا في ربنا، يعني ثقوا في توقيت ربنا في كل حاجه. يعني انا مثلا حصل معايا موقف شخصي كده من غير ما ادخل في تفاصيل، زعلت وعيطت ومش عارفة ايه، وفي الاخر اكتشفت ان الموقف ده حصل عشان افرح كتير قوي بعد كده. فعايزين نقرب من الناس اللي بتحب الحياة واللي دايما بتدينا طاقة ايجابية، ونبعد خالص عن اي حد بيدينا طاقة سلبية او بينتقدنا او بيشوف الحياة كلها سودة. لازم يبقى عندنا ثقة في ربنا، وفي ان ربنا ما بيجيبش غير كل حاجة حلوة. صفحة الفيسبوك عايزة اسمع رأيكم. ضحى الروبي، ابعتولي اي مسجات حابين تسألوا عن اي حاجة، انا معاكم.
في نهاية حلقتنا نورتونا، وبشكر طبعا النجم الكبير علي خيري على المداخلة الجميلة دي، وبإذن الله كل حلقة فيها مفاجآت هتحبوها قوي. Thank you.